من هدي رب الكون ذي الرحمة، من حكمة القرآن والنفحات، من سنة المختار هادي الخلق، من قول وفعل طاهر القسمات، من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسن بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. وقفتنا هذا الأسبوع وقفة تتناسب مع هذه الأوقات المباركة والنفحات الربانية وهذه المناسبات وهذه المناسبة التي هي من أعظم المناسبات التي يعيشها المسلم، مناسبة الحج. في مثل هذه الأيام الناس جزء منهم يستعد ويحزم حقائبه لأداء فريضة الحج، ونفسه تتشوق إلى رؤية البيت الحرام ورؤية تلك الأرض المباركة وأداء تلك المناسك العظيمة. جزء آخر يتشوق أن يكون مع هؤلاء الحجيج يؤدي فرض الله تبارك وتعالى، ولكن حال بين هذه الأماني وبين تحقيقها عوائق وحواجز. وجزء يدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر له في عامه القابل أن يكون مع الحجيج، وجزء لا يزال متردد يذهب أو لا. حديثنا سيكون مجموعة من الوقفات عن هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وهي وقفات متناثرة لم أجعل لها ترتيب في أولوياتها، ولكني أنثر هذه الوقفات سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن ييسر لهم أمرهم. الوقفة الأولى حديث عن البلد الحرام، عن مكة، عن هذه الأرض المباركة، هذه الأرض المقدسة، هذه الأرض التي وقف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوما وهو ينظر إليها ويقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكذا يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس وهو ينظر إلى مكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا الحب وهذه العاطفة يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع يسمع به من حوله، يعبر عن هذا الحب وهذا الشوق وهذه العاطفة تجاه هذه الأرض التي جعل الله تبارك وتعالى فيها، هذه القدسية وهذه المباركة وهذه الأرض التي هي أرضه. والإنسان لا يستغرب منه أن يعبر عن محبته لأرضه وموطنه والتراب الذي نشأ عليه. مكة بلد آمن، فهي البلد الآمن كما قال الله سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. مكة قبلة الدنيا،
ما من مسلم على وجه الأرض إلا ويتوجه إليها في صلاته، كما قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. مكة بلد تعددت أسماؤه تشريفا له وتعظيما، فالشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظم هذا الشيء وشرفه. ولمكة أسماء، فهي مكة وهو اسمها المشهور المعروف، قال سبحانه وتعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. من أسمائها قال الله سبحانه وتعالى، من أسمائها بكة، قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. من أسمائها أم القرى، يقول سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. من أسمائها البلد الأمين، قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. في مكة أول بيت بني في الأرض للعبادة، تتوجه إليه الأنفس بأعظم عبادة وهي الصلاة، وتطوف به الأبدان، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يشرع الطواف به، يشرع للمسلم أن يطوف به، فلا يشرع أن يطاف ببيت أو ببناء أو بمكان غير الكعبة المشرفة. فلا يطاف بشجرة ولا يطاف بحجر ولا يطاف بقبر، وإنما الطواف بهذا البيت العظيم. يقول سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سئل صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وتدبر هذا السؤال، يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسجد الحرام. قال السائل: ثم قلت أي؟ يعني المسجد الآخر الذي بعده. قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. الصلاة في مكة عظيمة وأجرها عظيم ومضاعف. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا، أي المسجد النبوي، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. رأيتم هذا المسجد الذي نحن فيه الآن؟ لو صلى أحدنا صلاة واحدة يعادلها في العدد لو صلى في المسجد النبوي 1000 صلاة. الصلاة هنا واحدة والصلاة هناك 1000 في المسجد النبوي. قال: إلا المسجد الحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وهنا رسالة أتوجه بها إلى إخواني الحجاج والعمار: إذا جئت إلى المسجد النبوي أو إلى المسجد الحرام فأكثر من الصلاة فيه. فالصلاة الواحدة 100,000 في المسجد الحرام، 100,000، لو صلى صلاة ثانية 200,000، لو صلى ثالثة 300,000،
لو صلى بين المغرب والعشاء يصلي ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، كم له من الأجور؟ لو عمر مئات السنين ما وفى هذا العدد. لذا فرصة للذي يكون في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، الأسواق في كل مكان، والتنزه في كل مكان، والنوم في كل مكان، لكن هذه الأماكن المقدسة الأجور فيها متضاعفة ومضاعفة، فلا تفوت الأجر. وأنت أختي الفاضلة لا تفوتي هذا الأجر العظيم في هذا البناء الذي تتوجه إليه الأنفس بالصلاة وتطوف به الأبدان، فيه ركن عظيم، وفي هذا الركن حجر عظيم، وهو الحجر الأسود. أتدرون ما شأن هذا الحجر الأسود؟ ما شأنه عند الله سبحانه وتعالى؟ شأنه عظيم. اسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في شأن هذا الحجر. يقول: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. أول ما أنزل هذا الحجر نزل من الجنة، ونزل أبيض أشد بياضا من اللبن، لكن كلما مسحه الناس تحاتت ذنوبهم وتساقطت ذنوبهم فاسود من أثر الذنوب. من أخبرنا بذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسودته خطايا بني آدم. وفي شأن الحجر الأسود يقول صلى الله عليه وسلم، وهو شيء عظيم، قال: لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية، ما مسه ذو عاهة إلا شفي، وما على الأرض شيء من الجنة غيره. فهو حجر من أحجار الجنة وجد في الأرض، جعل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الميزة وفيه هذه الخاصية. هذه وقفة، وهناك وقفات أتي عليها بعد هذا الفاصل فاصل، ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوبه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديثنا عن هذا الموسم المبارك، موسم الحج. وقلت أنها وقفات، وقفت في الفاصل قبل الفاصل عن مكة كأرض مباركة ولها قدسية، وعن الكعبة المشرفة، وعن الحجر الأسود. الوقفة الثانية رسالة إلى هذا الإنسان الذي لا يعيش إلى هذه اللحظة متردد، ما أدى فريضة الحج إلى الآن، ولكنه يعيش في حالة تردد: أذهب أو لا، أذهب إلى الحج أو لا. والفرصة متاحة، الفرصة أمامه متاحة. جئت أوجه له هذه الرسالة، فجعلت هذه الوقفة رسالة إلى متردد. أنا أتكلم عن إنسان يعيش حالة نفسية متردد، يذهب فيها يؤدي فريضة الحج أو لا. المال موجود، الوقت موجود، الصحة موجودة. فأقول له: أتدري لماذا أنت متردد؟ أو بصفة العموم، أتدرون لماذا يعيش البعض حالة من التردد؟ لأسباب. السبب الأول: للجهل بوجوب الحج، وللجهل بخطورة تركه. الإنسان إخواني أخواتي ما يدري متى يحال بينه وبين هذه الفريضة، إما يحال بينه وبينها بموت، أو يحال بينه وبينها بأي سبب من الأسباب. وأنتم ترون الإنسان قد يمرض، قد يعجز، قد يحصل ما يحصل
فيحال بين الإنسان وبين أداء هذه الفريضة لجهله، عاش حالة هذه التردد. الله سبحانه وتعالى يوجب علينا الحج فيقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهنا ملحظ خطير أخواني أخواتي، الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية يوجب فريضة الحج، وفي آخر هذه الآية قبل أن تختم هذه الآية يقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإذا تهيأت لك الفرصة والقدرة والصحة والمال فتقدم ولا تتردد. نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن الإسلام بني على أسس وقواعد، منها الحج، فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. تصور إنسان جزاه الله خير قد أتى بهذه الأركان كلها ولكنه فرط في الركن، في أحد هذه الأركان المهمة وهو الحج، يصلي اللهم لك الحمد ويزكي ويصوم، لكنه يعيش حالة التردد، وهذا أمر خطير. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. ويقول صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث العظيم، يقول: إن عبدا، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. يتصور هذا في حال إنسان ذهب إلى الحج مرة ومرة، لكنه إذا تيسرت له الأمور وما كان في ذهابه مشق عليه وعلى غيره، ثم تمضي عليه خمسة أعوام ولا يفد إلى بيت الله الحرام فهو محروم. أتدرون لماذا يعيش حال هؤلاء الناس حالة التردد؟ لأنهم غفلوا عن الفضل المترتب عن الحج. الحج ليس حمل أرميه عن ظهري فقط، الحج ليس كما يقول البعض يعني خروج من الروتين الروح الحج، لا، الحج فيه أجور عظيمة يسعى الإنسان إلى تحصيلها. الحج ليست يعني ليس نزهة في ذاته، إنما هو عبادة تترتب عليها أجور عظيمة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت، اسمعوا أخواني أخواتي، يا من عزمتم على الرحيل إلى الحج، حديث عظيم، مفترض أن الإنسان إذا سمع هذا الحديث أن يخلص في نيته إلى أبعد حد، وأن يجرد هذه العبادة فلا تكون إلا لله. قال عليه الصلاة والسلام: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه، كما ولدته أمه من الذنوب، كما ولدته أمه خاليا من السيئات والمعاصي، بس يذهب إلى الحج فلا يرفث ولا يفسق. يذهب إلى الحج يهاوش المقاول ويهاوش وفي خصام مع الحجاج اللي معه، ويتعارك ويتخاصم مع الحجيج في الطواف وفي السعي، لا، يذهب فلا يرفث ولا يفسق. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم، قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمرو بن العاص يبايعه، مد يده صلى الله عليه وسلم ومد يده عمرو، ثم تراجع عمرو، قال عليه السلام: ما لك يا عمرو؟ قال: اشترط يا رسول الله. قال: تشترط على ماذا؟ قال: اشترط أن يغفر لي في المبايعة.
فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت يا عمر، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فرصة للإنسان أنه يستحضر هذه الأجور. ويقول عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، تذهب إلى الحج وتعود، تذهب إلى العمرة وتعود، تذهب إلى الحج وتعود، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. لهذا يتردد البعض حينما حصل لهم الجهل بقضية أنه واجب، الجهل بأن الأعمار قد تنقضي أو العوائق والحواجز قد توجد. كم تعرفون من الناس اليوم يا إخواني أخواتي يتشوق إلى الذهاب إلى الحج بس ما يستطيع لمرض، أو كونه بعيد ولا يجد فرصة أن يأتي بتأشيرة أو غيرها، أو لا يجد المال لكن نفسه تتشوق إلى هذا. الآن فرصة الإنسان الذي تهيئت له الفرص، وابن آدم ما يدري ماذا يعرض له فيما يأتي من الأيام. بقيت مسألة الحج المبرور، تكررت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فما هو الحج المبرور؟ هو حديثي بعد هذا الفاصل. فاصل ثم تواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديثنا عن الحج وعن هذه الوقفات المتنوعة فيما يتعلق بهذا الموسم المبارك. كنت تساءل قبل الفاصل: ما هو الحج المبرور الذي رتب عليه صلى الله عليه وسلم وربنا تبارك وتعالى قبل ذلك الأجر والثواب؟ الحج المبرور له مواصفات، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: يا نبي الله، ما الحج المبرور؟ قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. إطعام الطعام وإفشاء السلام، هذا هو الحج المبرور؟ أن يكون الإنسان باذلا للخير في جميع صور الخير، منها إطعام الطعام ومنها إفشاء السلام، وكلا العبادتين عطاء، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون من أهل العطاء. فلا تبخل على نفسك بطعام تطعمه غيرك في موسم الحج، وبسلام تبثه إلى غيرك في موسم الحج. أطعم هذا وسلم على هذا، وأنت تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرف لنا الحج المبرور أنه إطعام الطعام وإفشاء السلام. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو أولا من أعظم صفات أو مواصفات الحج المبرور أن يكون لله، اجعل حجك لله سبحانه وتعالى. والبعض قد يتساءل يقول: هل ممكن يعني في أحد يحج لغير الله؟ أقول: نعم، هناك من يرائي بحجه، يحج لفلان ويحج لفلان، يحج ليحقق مصالح شخصية لم يخطر على باله أجر الحج، وهذا فوت على نفسه أن يكون حجه حجا مبرورا. الله سبحانه وتعالى لما أمر بالحج قال: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني اجعلوها لله، وأتموا الحج والعمرة لله. بل كان عليه الصلاة والسلام، تصوروا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجوكم إخواني أخواتي،
تدبروا هذا الأمر العظيم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين، ومع ذلك لما ركب على دابته متوجها إلى الحج دعا بهذا الدعاء. أتدرون ماذا قال في دعائه؟ قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. الله أكبر، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على نفسه من الرياء، ويخشى على نفسه أن يكون ممن يسمع بعمله، رياء وتسميع، رياء أظهر لك العمل من أجلك أنت، والتسميع أسمعك بما عملت، أقول والله البارحة قمت الليل، والبارحة تصدقت، والبارحة أو بالأمس أحسنت وفعلت، وقبل 10 سنوات ترى هذا الذي ترى أنا اللي سويته وأنا اللي وراه، هذا يسمى تسميع، وهو أخو الرياء. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الموحدين يخشى على نفسه فيتوجه بالدعاء، يقول: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، حج وهو لا يلتفت، يطلب من الله أن يحفظ قلبه ألا يلتفت إلى رضا مخلوق أو ثناء مخلوق أو مدح مخلوق، ويقول للناس: ترى هذه حجتي رقم 20. بعض الناس مولع بذلك، يعلم الناس: ترى هذه حجتي رقم 17، أو هذه حجتي رقم 20، أو هذه حجتي رقم 30، يرائي بها، يتصنع بها. هذا أولا، اجعل حجك لله سبحانه وتعالى. ثانيا، اجعل حجك موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ضع قدمك حيث وضع قدمه صلى الله عليه وسلم، ولا تترخص برخص تذهب عنك لذة الحج. يعني مع الأسف الشديد في السنوات الأخيرة، في 20 سنة الأخيرة، بدأنا نسمع أشياء ما اعتادت الأذن على سماعها وما سمع بها الآباء والأجداد، شيء اسمه الحج السريع. أكيد أنكم سمعتم بذلك، الحج السريع. ما هو الحج السريع؟ يعني الناس تعرف أن هناك حج التمتع، وحج الإفراد، وحج القران، فحج متمتع أو مفرد أو قارن، هذه مصطلحات شرعية. لكن الآن الناس يتحدثون عن شيء رابع، الحج السريع. إيش الحج السريع؟ تأتيني بعض الأسئلة، يتصل علي بعض الأخوة والأخوات: حكم الإسلام في الحج السريع. أقول: ما هو الحج السريع؟ هذا ليس مصطلح شرعي، هذا شيء اصطنعه بعض الأخوة في حملات الحج، يغرون الحاج بهذه المصطلحات، أنك تذهب وتعود بسرعة، ويفوتون عليه الرمي، وربما فوتوا عليه أشياء كثيرة من مناسك الحج، وليس هناك شيء اسمه الحج السريع. الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن الحج هذه صورته، وهذه مناسكه، وهذه صفاته. فالصفة الثانية تابع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه. وإذا ذهبت إلى الحج لا تستعجل في الرجوع إلا بعد انقضاء منسك الحج كله، واسأل: هل هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الطواف؟ هل هذا هديه عند لباس الإحرام؟ هل هذا هديه عند رمي الجمار؟ هل هذا هديه؟ اسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون حجك حج مبرور. وأنت تلبس الإحرام اسأل، وأنت تطوف، وأنت ترمي، وأنت تقف بعرفة، كم ترون يا أخواني يا أخواتي، كم ترون من آلاف الحجاج يقفون على جبل عرفة
هل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل وقف عليه الصلاة والسلام على جبل عرفة؟ الجواب سيقول لا. لن تجد عالما اليوم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل عرفة، إنما وقف عند جبل عرفة. كم من الناس يقف اليوم على جبل عرفة ويتساقطون من شدة الإعياء وضربات الشمس وهم مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يفوته الوقوف بعرفة يؤخذ إلى المستشفى مع توافر الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية، وتراعي هذه الحالات وتوفر سيارات الإسعاف بحيث أن الحاج ما يخرج من عرفة ولا يفوته الحج. لكن نحن نقول للحاج لماذا تعرض نفسك لهذا الأمر، ولماذا تعرض تلك الخدمات التي وضعت لغيرك ممن يحتاجها أصلا؟ وصور كثيرة من المخالفات التي يفعلها الحاج متجنبا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من مواصفات الحج المبرور أن تذهب وأنت تحمل توبة صادقة نصوحة، توبة من الذنوب، وتوبة من الذنوب المتعلقة بالمخلوق، الناس الذين ظلمتهم، إن كان لك زوجة مظلومة تحلل منها، إن كان لك زوج مظلوم تحللي منه، أصحاب الديون تحللوا منهم. يعني يذهب الإنسان ويقف بعرفة وهنا أناس يدعون عليه لأنهم وقعوا في الظلم منه، تب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة بحيث أنك تتخلص من الذنوب التي بينك وبين الله وبينك وبين الخلق. كم تتألم من إنسان يقف بعرفة يقول يا الله يا رب يا رب، وهناك أيدي في بلاده أو في غير بلاده تدعو عليه لأنه قد أوقع عليهم ظلم عظيم. تحلل من هذه الذنوب، تحلل من هذه الخطايا. ثم الصفات كثيرة، صفات الحج المبرور أختم بها، ليكن مالك الذي تحج به مال طيب وحلال، لا تحج بمال حرام. ويعني أستحضر صورة، يعني بعض الناس قد يحج بمال ليس بماله وإنما مال أخذه غصبا على صاحبه، ليس بالضرورة سرقة، ليس بالضرورة سرقة. يعني أعطي صورة، مثلا رجل عليه ديون، رجل يسكن في شقة مثلا، وصاحب الشقة يقول يا فلان أنت ما تدفع لي، صار لك 6 شهور 7 شهور تأخرت عليه في دفع الأجرة. يقول له يا أخي أنا سأذهب إلى الحج، أنا أجمع حق الحج. قل هذا مالي. قال لكني أريد أن أذهب إلى الحج. قال هذه عبادة بينك وبين الله، هذا مالي، لو سمحت لك به ما في مانع، لكن هذه أموال، أنا بنيت هذا المبنى حتى أحصل من هذه الريع. يقول لهذا الإنسان أنا سأذهب إلى هناك أدعو عليك. هذا شيء عجيب، يعني تأخذ مالي وتدعو علي. فانتبه، إذا ذهبت إلى الحج وأنت تضع قدمك الأولى في أول منسك من مناسك الحج، إذا لم يكن هذا المال حلال فالحج عياذا بالله قد يكون مردودا على صاحبه. وهناك أشياء كثيرة ووقفات كثيرة متعلقة بهذا الموسم المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يبارك لهم في هذه العبادة العظيمة، وأن يكتب لنا وإياكم زيارة بيته الحرام حاجين ومعتمرين. أسأل المولى سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، إلى أن ألتقيكم في حلقة الأسبوع القادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh,
سنة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوصفات.